في علاقة بين ارتباط الأصوات اللي أنا قلتها بالريف وبالأرض وبالطين، وإن برضو الأصوات اللي طلعت من لبنان طلعت من الجبل زي صباح ووديع، يعني النقاء الجو بيبقى له وفيروزة. يعني الهدوء، الهدوء ونقاء الجو والهدوء ده بيربي الإحساس الحلو، الإحساس الهادي اللي هو ناعم. إذن كل ما الإنسان انزلق في المدنية وفي ضجيج المدينة كل ما عبقريته ما بتطلعش بسهولة، بيتلخم، بيتلخم المدينة، بتلخم المدينة، بتلخم. ولذلك تلاقي العالم قافل معمله على نفسه وقاعد، الكاتب قافل قطة على نفسه وقاعد بعيد عن ضجيج المدينة، يعني بي 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 بيهيئ لنفسه الهدوء. وفي ناس ما تحبش تكتب الا وهي بتسمع مثلا موسيقى بيتهوفن او تشايكوفسكي او شوبان او 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 الى اخره، وفي ناس ما تحبش تسمع الا تسمع المزيكا دي او تذاكر او تذاكر الا وتسمع المزيكا دي. والاديب، الاديب لازم يذاكر ويقرا كل يوم. في شم النسيم، فاكر ليله شم النسيم؟ فاكرها طبعا. كان ايه علامتها ومميزاتها؟ البيض الملون والملانة والخص وان احنا نصحى بدري ونجري في الغيطان. ما كنتش بتغني لاصحابك وقتها؟ كنت بغني دايما. كنت تغني للاستاذ عبد الوهاب؟ كنت بغني للاستاذ عبد الوهاب، هو الوحيد اللي كنت بغنيه. مفيش حد ابدا قال لك صوتك وحش من اصحابك؟ كفايه بقى يا عم. ده انا اول ما غنيت الناس نفسها، الجمهور نفسه قال لي انت وحش. في حفله؟ في حفله في اسكندريه، مش صحابي، يعني مش مجرد صحابي كانوا بلاش فلقة دوشتنا يعني بمنتهى البساطة، لكن انا بكلمك عن الجمهور. اول ما غنيت في اسكندرية قالوا لي انزل. كنت بتغني غنوة ايه؟ كنت بغني صافيني مرة. قالوا لك انزل؟ انزل في اسكندرية. كنت اخر البرنامج طبعا في المسرح القومي؟ لا ابدا، كنت يمكن اول برنامج كده، نمرة اهي نمرة والناس داخلة لسه في الصف. وقالوا لك انزل؟ قالوا لي انزل. وعانت واصريت، واصريت على ان انا اغني هذا اللون مهما كلفني الامر. مع انه المتعهد بتاع الحفلات قال لي انت لازم تغني اغاني عبد الوهاب، فرفضت. قلت له الاستاذ عبد الوهاب موجود، يعني ازاي انا اغني اغاني الاستاذ عبد الوهاب؟ وانا حوصل ايه ان انا اغني الاستاذ عبد الوهاب؟ مش ممكن. كان عايز تطلع تقول كان عايز اطلع اغني اغاني اللي بيغنيها الاستاذ عبد الوهاب. فانا رفضت. فقال لك بقى مع السلامه. قال لي مع ألف سلامه. قلت له مع 60,000 سلامه. انا اعمل ايه؟ ما عقدتكش الحكايه دي؟ لا ما عقدتنيش، بالعكس خلتني اعند اكتر. اعند اكتر لغايه سنه 53. الكلام ده كان في اغسطس سنه 52. كان اول حفله اطلع فيها. مين كان نجوم الفرقه بقى اللي حضرتك؟ كانت سيد تحيه كاريوكا والاستاذ محمود شكوكو وكنت انا، وكان في راقصه تانية، وكان في شهرزاد مطربه. والاجر كان كامل اللي كان متفق معاك عليه؟ جنيه في الليله. من غير الموسيقيين ولا بالموسيقيين؟ من غير الموسيقيين. ايه بتضحك ليه؟ ما هو جنيه وجنيه كان له قيمه يعني. لا يعني احنا ما كناش نطمع في اكتر من جنيه عشان نعيش في اسكندريه وناكل ونشرب وندخل سينما وكل. هل نقدر نقول ان وقتها، وقت ما الاستاذ عبد الحليم كان المتعهد مستنيك بالجنيه وبتروح السينما وساندويتش الفول على الكورنيش وكده، هل نقدر نقول ان وقتها لمست ما هي السعاده الحقيقيه؟ السعاده الحقيقيه انا بالنسبه لي انا شخصيا، يعني عندي انا مفهومها عندي، هو ان انا اسعد الاخرين. يعني اشوف ان انا ادخلت السعاده على الاخرين. ولذلك انا بتفانى في غناية، بتفانى في عملي كله، يعني ما احبش ابدا عملي يطلع نص نص ابدا، احس ان انا حغيرش الناس. نعرف الناس
ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا.